بحث وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مع شركة مياسك للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية، بحث مستجدات التعاون بينها وبين الوزارة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي. هذا وناقش اللقاء سبل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وأبرزها إنشاء محطة التنقل الذكي متعدد الوسائط ومركز الخدمات اللوجستية الذكية، وأيضا إنشاء قرية للرياضة الإلكترونية الذكية، ما يساهم في تلبية المتطلبات التكنولوجية للمدن الذكية المزمع إنشاؤها في مصر خلال الفترة القادمة.